انطلقت فعاليات معرض الرياضة الدولي للكتاب 2024 في حرم جامعة الملك سعود بحضور لافت من شخصيات ثقافية وفكرية مرموقة. ويجمع هذا الحدث الثقافي الكبير أكثر من 2000 دار نشر ووكالة من 30 دولة حول العالم، ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. التفاصيل مع موفدة مركز الأخبار الزميلة ريم جناحي من الرياض. من هنا من قلب العاصمة السعودية الرياض نلتقيكم في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، حيث تجمعنا الكتب والثقافة في أجواء مليئة بالإبداع والابتكار. تحت شعار الرياض تقرأ، معرض الرياض الدولي للكتاب يفتح أبوابه لعشاق الثقافة والقراءة من جميع الفئات العمرية، ليبحروا في عالم من الكتب والفعاليات الأدبية والندوات الفكرية وسط أجواء تفاعلية مميزة. كما يعكس شعار المعرض لهذا العام أهمية القراءة في تحسين جودة الحياة وتوسيع آفاق الفكر والثقافة. اخترنا الشعار الرياض تقرأ لتشجيعا أو إبرازا للأعداد القراء في المملكة العربية السعودية، ومحاولة منا لزيادتها عبر هذه الفعاليات التي تقدمها هيئة الأدب والنشر والترجمة. من المعروف أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو أحد أهم المعارض في التقويم السنوي للناشرين، حيث يعتبر الكثير من الناشرين هو من أهم محطاتهم لعرض الكتاب، للالتقاء بالقراء بشكل مباشر، أيضا لزيادة مبيعاتهم السنوية. يشمل المعرض أكثر من 800 جناح بمجموعة متنوعة من الكتب من مختلف المجالات الأدبية والعلمية والفكرية. للأمانة احنا حاليا في معرض الرياض الدولي للكتاب، هذه المشاركة السادسة لنا على التوالي. الحمد لله لك يا رب، نشوف الإقبال جدا كبير ومتفائلين ان هذه تكون بداية انطلاقة جديدة لهذا السيزن الكبير ان شاء الله اللي راح يكون حافل بالمعارض الدولية. يعني الأشياء اللي احنا قاعد نشوفها وحضور الناس للمعرض وإقبالهم عليه شيء يثلج الصدر. للأمانة ما كنا متوقعين هالشيء نسبة للمعرض بالسنة اللي طافت. شيء وايد كبير، ومتنبئين إن شاء الله أنه يكون أفضل وأفضل مع قادم الأيام. إلى جانب الكتب، يقدم المعرض برنامجا ثقافيا حافلا يشمل أكثر من 200 فعالية متنوعة، من ندوات وجلسات حوارية وعروض فنية ومسرحية تشارك فيها نخبة من المفكرين والأدباء من السعودية والعالم. أيضاً يتميز المعرض بمنطقة مخصصة للأطفال تهدف إلى تعزيز حب القراءة والإبداع لديهم. جيت اليوم عشان كتابي المفضلين، وأحب الكتب اللي تتكلم عن الأكشن. صراحة جداً أبهرني المكان، جداً جميل صراحة، يعني من تنظيم، وكل الشكر للقائمين على المعرض. ومع استمرار الفعاليات حتى 5 أكتوبر، يبقى معرض الرياض الدولي للكتاب وجهة ثقافية أساسية لمحبي الكتب والأدب في المنطقة. يستمر المعرض خلال الأيام المقبلة بأخذ زواره في رحلة ثقافية وفكرية مميزة عبر أجنحته التي تضم أحدث الإصدارات لأهم دور النشر العربية والعالمية. من الرياض، ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.